اللي يعطاك الفلوس المواطن مدوخ، اللي يعطاك الفلوس هذا تاجر، غادي يعطيك اليوم باش ياخذ غدا. إذن هذا جاي يستافد وجاي ينهب وجاي يفترس. واش عمرك شفتي شي واحد جاي يفترس كينفع البلاد؟ اللي تيجي يفترس تيجي يفترس لراسه ولمصلحته. ورطونا في هذه الحكومه غادي نصبروا معها حتى تمشي على خطرها. انا مره اخرى تنقولها لكم، انا ما متفقش باش تقولوا لهذه الحكومه، باش تقول لهذه الحكومه تمشي دابا، ما متفق. خصها تبقى حتى يتعرف بالضبط ويتعطاها الوقت الكافي حتى يتعرف بالضبط دو كواي لي كابابل. واللي عنده الحق يصيفطها هو سيدنا. ما غتصيفطوها لا بهاشتاغ ولا باستفتاء. غادي الى سيدنا شافها، ما شافها باللي راه وصلت لواحد الدرجه ديال ان الناس بغيتو ديروا الهاشتاغ ديروه. انا ما ماشي ضد الهاشتاغ، ديروا الهاشتاغ باش تعبروا على رايكم، ما عندي مانع. انا ما غنشتمش في هذاك الهاشتاغ، ولكن نتوما ما عندي مانع. اللي بغى يديروه حتى من العداله والتنميه يديروا، انا ما عندي مانع، ولكن ديروا في البال ديالكم باللي راه سيدنا كيشوف. الا شاف باللي هذه الحكومه الشعب ما تلاش تحملها وما تلاش بغاها، راه غادي على الانتخابات السابقه لاوانها، وهذا مطلوب في وقت معين. الا ما جمعتش راسها، لان خاصها تجمع راسها. انا ما كنقولهاش توقف لنا هي الحرب ديال اوكرانيا باش يرخص لنا البترول. الحرب ديال اوكرانيا تتجاوزها وتتجاوز المغرب، والحرب ديال اوكرانيا يعني مشروع مجهول، لا يعلمون الله ماذا ستكون نتائجه. وعلى كل حال نتائجه ستكون صعبه على العالم كله، ولكن يمكن لكم تتخذوا تدابير من الان باش تخفوا على الناس. راه انتم ما واعينش، انا البارح زاروني ثلاثه ديال الناس من منطقه فقيره، ما غنقول لكمش لا المنطقه لا شكون هما الى اخره، والاربعه ديال الناس زاروني. داكشي اللي شفت بعينيه فيهم تقطع القلب. اللي تيعيش ب 500 درهم هو هنا في الرباط ولا في الدار البيضاء خدام في البني، وتيصيفط لوليداتو ديك ال 1000 درهم ولا 1500 درهم اللي كتبقى له، فهمتيني؟ لو عنده خمسه ديال الدراري وكيقرا وكاين فيهم اللي في الجامعه، كيف غيدير؟ بقيت غير كنفكر كيف غيدير. واللي كسال في الحمام يعني تيقول لك مسكين هو، يعني تيجيو دابا 20 30 ديال الناس دابا اللي تحلوا الحمامه تماما الكوفيد خلاص، ويلاه قال يلاه تيقدر هو يعاون شي واحد باش يغسل واحد ولا جوج ديال الناس، كي غيدير لعائلته خمسه سته ديال الدراري كي غيدير لهم؟ فكروا في هاد الناس. انا ملي قلت لكم كون رئيس الحكومه ما نزيدش الموظفين في الظروف هذه. الناس كيخبيو الفلوس للظروف الصعيبه، ولكن كذلك ما تنساوش الفقراء ديالهم، ما تنساوش المحتاجين ديالهم. هذا الوقت اللي ننتبهوا بالدرجه الاولى للفقراء والمحتاجين، واللي نقتصدوا حنا في كل شيء ماشي غير في الماء، وخصنا نقتصدوا في الماء.